من فلسطين، من حيفا بالتحديد. الأجواء الأجواء كتير حلوة، وإنه في مونديال بدولة عربية هذا إشي كتير بجنن، برفع الراس التنظيم، كتير مبسوطين كتير. فإن شاء الله الحظ يكون معنا تونس والمغرب ونغلب باللعبتين الجايات. يا ريت الجزائر هون، يا ريت يا ريت يا ريت، كان رح تكون الفرحة أكبر بكثير لو الجزائر معنا، بالذات للشعب الفلسطيني. إذا الجزائر كان موجود كان يا ريت. أكيد أكيد أكيد. ومصر يا ريت يا ريت، إن شاء الله المونديال القادم أكيد. لا 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 لا. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.